شمال غزة يباد هو ما يحصل فعلا، لكنه أيضا وسم يتصدر منصات التواصل الاجتماعي منذ 16 يوما. طوال هذه المدة يعيش أهالي الشمال جحيما تحت القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي الذي لا يكاد يتوقف. مجزرة تلو الأخرى يرتكبها جيش الاحتلال في شمال غزة بحق مدنيين عزل، مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمفقودين، وقصصها كثيرة لا يسعفنا الوقت لسردها جميعا. لكننا سنروي لكم اليوم حكاية شاب عشريني تعرض لصدمة شديدة عقب اكتشاف أن شقيقه استشهد في القصف العشوائي على منزلهم. يبدو أن أسرة الشاب أرسلته للبحث عن ابنها المفقود بعد توقف الغارات، وأول وجهة سلكها هي المستشفى لمعرفة ما إذا كان شقيقه جريحا أم لا، وهنا تفاجأ بأنه شهيد. لم يجرؤ الشاب على إبلاغ والدته بالنبأ المؤلم، فاتصل بشقيقته وأخبرها والألم يعتصر قلبه قائلا: تسنيم، بلغي أمي أنه إبراهيم استشهد. شاهدوا معي. لحظات صعبة عاشها هذا الشاب، ولكنه ليس وحيدا في كربه. القصة ذاتها تكررت مع شاب آخر انطلق بعد توقف القصف للبحث عن شقيقه في المستشفيات، وإذا بأحد عناصر الطواقم الطبية يقوده إلى صالة المستشفى التي تحولت إلى مشرحة ليبحث بين الجثث عن أخيه بعد أن فقد الأمل في كونه حيا. وهنا كانت الصدمة، فمع فتح الغطاء عن أول جثمان بالصالة تبين أن الشهيد هو شقيقه الذي يبحث عنه. أجهش بالبكاء مرددا هذه الكلمات: يلا يا أخوي، آه يا أخوي. ليس هذا الشاب فقط، الأطفال أيضا لهم نصيب من مآسي غزة، وكما قيل فإن الطفولة كبرت قبل أوانها هناك. هذه الطفلة التي ترونها في الصورة مشاهدين ضحية أخرى من العدوان الإسرائيلي العشوائي على غزة. عدسات الهواتف المحمولة رصدت هذه الطفلة وهي تحمل شقيقتها على كتفيها وتسير حافية القدمين في منطقة نائية ومدمرة. الطفلة كما ترون تبدو منهكة جدا وبالكاد تقوى على حمل شقيقتها التي تقاربها في العمر. وعند سيرهما في الشارع وحيدتين سألهما عن وجهتهما، فقالت الأخت المسعفة: شقيقتي جريحة وأود العودة بها إلى المخيم. ليش هيك حامل أخوك؟ انت عصبني. طيب وين موديها؟ بالطرحة عالشتنا. وانت مش تعبانة وانت حاملاها هيك؟ تعبانة ولا لا؟ تعبانة وصعب حاملها ومش قادرة. وين رايحة انت هالليل؟ انا رايحة في المنتزه البريج؟ اه. طب تعال اخذك معايا. يلا اطلع بدي اخذها معايا. هذه المشاهد تتكرر كل يوم على مدار الساعة في غزة، ولكن لنذهب ونستطلع معا ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم مع ما يحدث في غزة. تامر يقول: الخطة الإسرائيلية مستمرة بهدف إفراغ شمال غزة من سكانه واحتلاله،
يتم حصار مراكز الإيواء واحدا تلو الآخر، وبقوة النيران يتم إجبار الأهالي على إخلاء الشمال، ثم يتم تدمير وحرق المركز كاملا لمنع عودتهم إليه بأي حال من الأحوال يكمل. أما العائلات التي بقيت في منازلها فقد تم تدميرها على رؤوسهم. ما يحدث الآن هو الأخطر منذ بداية الحرب على غزة كما يقول تامر. أما العائلات التي بقيت كما يقول تامر، ننتقل إلى بدر، قلب الفتاة ينزف مع كل خطوة تخطوها، ولكنها تصمد وتواصل السير في طريقها بحثا عن حياة أفضل وأمان لها ولشقيقها. وكتب عبد العزيز: إن القلب ليتقطع وإن العين لتدمع من هول ما يجري لأهلنا المستضعفين في غزة، ولمثل هذا يذوب القلب من كمد. أما نور فقد علقت قائلة: حقا لم نعد نؤمن بأي منظمة دولية حتى وإن اعترفت بها كل حكومات العالم، لتعلم شعوب العالم أن لا وجود للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ولا لأي مؤسسة حقوقية تدافع على حق الشعوب أمام فئة ضالة من كبار رؤوس أصحاب المال في العالم. انتكاسة أخلاقية غير مسبوقة عالميا عصرنا.